شركة المحيط للسياحة في آسيا، في فندق فلامينغو في جزيرة بينانغ. نصور شقة عائلية من نوع 3 غرف. شقة 3 غرف في فندق فلامينغو في جزيرة بينانغ. شقة كبيرة وتتسع ل6 أشخاص. يوجد 3 غرف، في كل غرفة يوجد دورة مياه. هذه غرفة، هذه الشقة، هنا الصالة. وهنا البلكونة الأولى التي توجد في الصالة، والإطلالة مباشرة على البحر. هنا الغرفة الأولى، مدخل الغرفة الأولى. طبعا يوجد باب عازل بين كل غرفة وغرفة. هنا الغرفة الأولى يوجد فيها دورة مياه منفصلة مع شطاف. هذه الغرفة الأولى، سرير كبير في الغرفة هذه، أيضا لها بلكونة. البلكونة وتطل على البحر. ننتقل إلى الغرف الأخرى. هنا المطبخ، يوجد أيضا بلكونة. الغرفة الثانية مدخلها هنا للطفلين، هي الغرفة الثانية. أيضا يوجد لها دورة مياه منفصلة. هذه دورة مياه الغرفة الثانية. وهنا مدخل الغرفة الثالثة الكبيرة، الماستر. أيضا يوجد لها بلكونة وتطل على البحر. هذه البلكونة للغرفة الثالثة، تطل إطلالة مباشرة على البحر. شقة 3 غرف في فندق فلامينغو في جزيرة بينانغ، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. أيضا يوجد دورة مياه للغرفة الثالثة منعزلة. يمكن أضيف أسرة إضافية عند الطلب، ولكن ليست مجانية. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا. أيضا يوجد هنا دورة مياه منعزلة في الصالة، تبقى الصالة. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.